مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. سيدي معنا في الصورة مشاهدي الكرام بسبب الدرسة مرض بالقلب، عنده مشكل صمامات القلب وخاصة عملية مستعجلة مكلفة 13 مليون، ما قادرش مشاهدي الكرام انه يخلص هذا المبلغ هذا. بغى الناس محسنين يعاونوه، بغى يتعشق، بغى يعيش حياة طبيعية بحالو بحال كاع ايها الناس. نخليكم مع السيد سي خالد ياك، سي خالد بسبب الدرسة كما قال لنا قهاملها حتى مرض بهذا المرض هذا. الان كما ذكرت لكم خاصو عمليه مستعجله 19 مليون من 2008 هو مريض. خويا السلام عليكم. السلام عليكم، بخير. واخا قربنا عافاك من المشكل اللي عندك. السلام عليكم. السلام عليكم. وهي حسب بالقلب صمامات القلب. هذه 8 سنين دابا. 8 سنين 8 سنين هذا هدرني. 2008. من 2008 هدرني وانا غير مرتاح ما نقدرش الرشابي يبقى يضروني. بعد الشيء استعجل باش نوفر داك الشيء المبلغ داك الشيء باش نقي العمل ديال الرحمه ديالكم. هو عاونوني عاونوني بغيت شي شغلكم هانتوما تشوفوني الحاله ديالي كي دايره. شحال كنت عندك هذه 39 عام. 39 بسبب الدرسه. درسه اييه. بسبب الدرسه ولا شي مريض. ماني مريض القلب. وكيفاش عرفتي راسك مريض؟ تا حس بالنسبه لرجلي ضروني في الاول في الساعات يعني نكوي عليه مشي نكوي عليه ما ان شاء الله ديك رجلي قادروني بقى واخا نكوي عليه مشي قادروني ديك الساعات صافي جيني كي ضروك رجليك اه يعني في 2008 2008 مشيتي للسبيطار لا مشيتش لا مشيتش يعني هذا هذا غلط آه. ما مشيتيش كمل ملي خويت عليه ما جابش الله الشفاء وساعه وجا لهنا للسبيطار الدار البيضاء تنخيط خياط وتما مشيت للسبيطار في الساعات مشيت للسبيطار ما مشي سقط تما شنو قالوا؟ قالوا لي قالوا لي ما مرض ماشي قلب عندك شي قلب تينا ما عندكش قلب هذاك شي قلب هي وقاسي كتحس براسك عيان كتحس براسك بالسخفان سخفان فيا راك فيا سخفان فاشلين يا تما جاوني بحالي عاود رجعت معدم بايث في الصباح هبطوني في الليل هبطوني من نزلو هبطوني من نزلو تما درت عملية ساعات درت عملية درت عملية صباع يدي ايه بغيت نستمر شوية نجيب لك نهار ديالي افريا 60 درهم في النهار نجيب نهار كامل بين الليل ونهار شو خدام انت خياط خياط امكانكش تخلص 13 مليون قادرش تخلص لا ما قادرش وان شاء الله تما من اليوم مرات ما عنديش باش نوفرها كيفاش كتعايش مع هذا المرض شنو كتحس؟ وحاسب تسمع عادي ما كنتش نحس بك الساعات في الاول تنصور بين صور نهار ديال 3000 4000 نصورها في النهار دابا لا كنصورها 60 درهم 50 درهم فقط هذا اللي كان نصور دابا راسك عياك راسك سخان اييه شفت شي دواء سي خالد كان شرا دواء شرا شي حاجه بسيطه ماشي شي حاجه اللي شري الدواء كان شري شي كامل 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 يا غلط راه هذا هو نتمنى مشاهدي الكرام يكونوا مع السيد هذا الله يرحم والدي عنده مرض قادر ما قدر الله انه يحيا 13 مليون خالد 13 مليون المهم عاد انت تشوف تقول المغاربه خويا خالد ما جاتهم بخير تعاونوا معايا في الظرف ديالي اللي غادي فيها نساح في الساعه هذه الله يرحم والدي ديالكم باغي تعيش حياه طبيعيه اي طبيعيه يا ما كرهتيش شنو الهدف ديالك في الحياه اخويا تعيش طبيعي وكتعرف الصحه ديالي تكون طبيعيه نخدم ساعة المهم فما نمشي نخدم فما مشي نخدم عادي ساعة ما نبقاش نوقف على شي واحد ديك الساعة عادي عادية لا جزاهم بخير الله يرحم والديكم باش مبروكة الله يهديكم عاونونا هاد السيد هذا عاونوني الله يرحم والديكم شحال الرقم ديالك؟ اي الرقم ديالي هو فوقها رقم ديالك 06 35 هذا الرقم ديالك اه باش تولي تحصل شي اييه دابا دابا اه الله يرحم والديك عيش يا خويا خالد الله يرحم والديك عيشي عيش صراحة من اش عيش؟ بسبب من القلب من القلب صراحة ما شفناكش الله يهدي رقم الهاتف مشاهدي الكرام هو 06 26 16 بريد اه 16
42 15 الله يرحمه والديك. 06 23 16 42 15 رقم الهاتف ديال خالد. خالد لسبب الدرسه مرض مرض القلب خاصه بعمليه كدير 13 مليون مستعجله من 2008 هو مريض عفوا من 2008 هو صابر ما كيجيش الدواء كامل. خليت لكم رقم الهاتف مشاهدي الكرام، نتمنى انكم تواصلوا مع خالد ونتمنى انه يتشافى عن مقاريب وان الله لا يضيع اجر المحسنين. حتى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنوصلوا النهايه المباشر، نتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. الى اللقاء.